فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على شركة فيسبوك بقيمة 110 مليون يورو، أي ما يعادل 122 مليون دولار، وهذا بسبب تقديم معلومات مضللة أثناء صفقة الاستحواذ على واتساب في 2014. رجعت المفوضية الأوروبية قرار الغرامة على الشركة الأمريكية لمخالفتها لتعهداتها بعدم تبادل المعلومات بين موقع فيسبوك وأي شركة أخرى بما فيها واتساب. وتبعت اللجنة بأن إمكانية مطابقة هوية مستخدمي الفيسبوك والواتساب موجودة بالفعل منذ 3 سنوات. على الجانب الآخر، ذكرت فيسبوك في بيان لها أن الأخطاء لم تكن مقصودة.